اللقاء اليوم بالسيد رئيس الجمهورية مع أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني تم في نقاش وحوار تفاعلي كبير جدا على ضوء أيضا سياق دولي إقليمي متميز وأيضا ارتداداته على مستوى البلد وعلى مستوى كل المنطقة. يقينا أن التركيز الأول والكبير جدا كان على الجزائر وعلى أيضا أهم انشغالات المواطنين وأيضا على المجتمع المدني في هذا المنظور الديمقراطي الذي ركز فيه سيد رئيس الجمهورية على تمكين المجتمع المدني وتعزيز دور المجتمع المدني باعتباره قوة، باعتباره أيضا تمثيل تاع مواطنة وباعتباره أيضا شريك. كل هذا النقاش كان مركز على محاور عديدة اقتصادية اجتماعية ثقافية وأيضا على آليات التمكين القانونية وأيضا آليات الدعم اللي تركز على إدارة المشاريع وموقع المجتمع المدني كشريك على مستوى الحكامة المحلية. هذه النقاط اللي تمت اليوم كانت أولا متناولة بنقاش حر متنوع مكن فيه كل أعضاء المجتمع المدني الحاضرين اليوم اللي يمثلوا المرصد الوطني للمجتمع المدني بحوار واسع استقبله السيد رئيس الجمهورية بتفاعل ونقاش. مكننا أيضا من ربط بين هذه الرؤية السياسية للسيد رئيس الجمهورية في علاقته مع المجتمع المدني وأيضا في العلاقة التفاعلية مع قضايا المواطنين والمواطنات اليومية. كل هذا التوجه في تقديري يعتبر خريطة الطريق وأيضا رؤية زيد تعزز من مكانة المجتمع المدني سواء على مستوى القانوني سواء أيضا على مستوى التعامل اليومي مع الإدارات المحلية والمركزية لتمكين المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في الحكم الراشد وأيضا باعتباره يدير المشاريع التي من شأنها أن تنتج الثروة في الجزائر وتحقق الاندماج الاقتصادي. هذه النقاط لقينا فيها دعم مباشر من السيد رئيس الجمهورية. قرارات أيضا في هذا الشأن اللي راح تعزز في المراحل القادمة القليلة إن شاء الله أدوار المجتمع المدني، مكانة المجتمع المدني وأيضا الفاعلية والجاهزية على المجتمع المدني. إن شاء الله ربي يوفقنا لما فيه الخير.